أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت ونبيلة، مواضيع جديدة نتكلم عنها في حلقة اليوم، وحلقتنا تصبح دائما أجمل بفضل مشاركاتكم معنا عبر الهاتف وأيضا عبر صفحات التواصل الاجتماعي. فقط ادخلوا على صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك وسجلوا بياناتكم لتكونوا جزءا من البرنامج. لا تنسوا أيضا متابعة حسابنا على إنستغرام وعلى تويتر، ولا تنسوا ضغط سبسكرايب على قناة الحرة على اليوتيوب حتى تكونوا أول من يشاهد الحلقة على الإنترنت. أما الآن فدعونا نبدأ مثل العادة باستعراض الفيديوهات التي حازت على ملايين المشاهدات على صفحات التواصل الاجتماعي في تريندينج. أحضرت لكم الفيديو الأول لليوم من صفحة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو يحكي عن الأخان محمد وعصام، وهما لاجئان من سوريا مصابان بالصمم منذ ولادتهما. اليوم نرى في هذا الفيديو فرصة لحياة مختلفة لهما، فقد قام الهلال الأحمر الكويتي بتمويل عملية ستغير حياتهما للأبد. هذا هو الثمن الفعلي. أما هذا الفيديو فهو لمنظمة اليونيسف، والذي يظهر فيه الوجه المظلم للحروب وأثرها على النازحين واللاجئين. كل شخصية في هذا الفيديو تحكي عن معاناتها وأمنياتها بسبب الحرب، في دعوة لنشر المساعدة. السلام هم حول يستحقون المساعدة. ومعنا هذا الفيديو من فريق من الطهاة المحظوظين في مدينة بشمال الهند، حيث صورت الكاميرات لحظة انفجار موقد الطهو وتناثر الطعام الساخن والماء المغلي في الهواء، وأيضا سقوط بعض منها على الطهاة أثناء إعدادهم للطعام لطلاب المدارس. وفي هذا الفيديو نرى اندلاع حريق في مبنى سكني وصراخ امرأة محتجزة بالداخل. حاولت المرأة أن تهرب من الحريق عن طريق القفز من النافذة، ولكن في هذه اللحظة سارع رجال الإطفاء بإنقاذها ثم أخذها إلى المستشفى. أما هذا الفيديو فهو لشابين وجدا أن لعبة الترامبولين أصبحت مغطاة بالجليد، فقررا أنها الفرصة المثالية لتصوير فيديو يصور كيف سيتم تحطيم الجليد ولكن ببطء شديد. وقد حصل الفيديو على أكثر من 100,000 مشاهدة على موقع لايف ليك. والآن مشاهدي أنت ونبيلة، معلومة جديدة أقدمها لكم في هل تعلم؟ هل تعلم أننا كلما خففنا كيلوغراماً واحداً من حمولة الطائرة سنوفر 40,000 دولار يومياً في السنة؟ وسيتحول هذا الرقم إلى أكثر من 16 مليون دولار سنوياً عندما نزيل 6 مقاعد فقط من طائرات الـ A380. ومن بين الأشياء التي يمكن التخلي عنها الجرائد، والتي قد يكون وزناً أقل من كيلوغراماً واحداً. لكن هل تخيلت رحلة طويلة قد تستغرق 16 ساعة إلى واشنطن مثلا دون مجلات؟ إن إلغاء المجلات فقط من الطائرة سيوفر 40 مليون دولار سنويا على شركة الطيران المتوسطة. شركات الطيران ستهتم أكيد، فإلغاء حبة زيتون وقشر الليمون والعصائر من الوجبات اليومية سيوفر على الشركة نحو 50,000 دولار سنويا. لن تنعم شركات الطيران بفقرات طويلة دون أزمات، فما تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. بهذه الكلمات لخص خبراء صناعة النقل الجوي حال شركات الطيران العالمية في ظل العديد من التحديات التي تواجهها وتؤثر بالطبع على الشركات العربية. من أهم هذه التحديات متغيرات الاقتصاد العالمي وسياسات تحرير الأجواء وارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة القوية والضرائب والرسوم المفروضة على أنشطة الطيران المدني من جانب العديد من الحكومات وغيرها من المتغيرات التي تجعل هذه الصناعة تواجه تحديات صعبة تهدد الأنشطة الاستثمارية للعديد من شركات الطيران العربية، التي تواجه أيضا تحديات إقليمية تتمثل في الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول المنطقة. دعونا نشاهد بعض اللقطات عن هذا الموضوع ثم نعود إليكم من جديد.
للحديث أكثر مشاهدينا معي اليوم في الأستوديو السيد سعود عبد العزيز المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية بهيئة دبي للطيران المدني. أهلا وسهلا بك سيد سعود. أول شيء ذكرنا إحنا قبل قليل التحديات اللي ممكن أنها تواجه صناعة النقل الجوي في العالم كله، ولكن حابين نعرف منك المشاكل اللي بتواجهها شركات الطيران سواء في العالم العربي أو شركات الطيران العالمية، يعني شو هي المشاكل اللي بتواجهها بشكل متخصص؟ ما في شيء اسمه شركات في العالم العربي أو الشركات العالمية، الشركات كلها تتبع لمنظمة واحدة إن كانت أياتا اللي تتبع شركة طيران أو الريكومنديشن اللي من الآي كيو اللي هي المنظمة العالمية للطيران المدني. في أنظمة، في قوانين تنحط يمشون عليها. ف ما بسميها تحديات، مثل ما أقدر أقول لك أشياء أساسية مفروض الشركات تقوم فيها على أساس إنه تقدر تمشي بشكل مربح، بشكل منتظم، بشكل يعني استراتيجيات بحيث ان تخدم الناس اللي موجودين. وهذا الهدف الاساسي اصلا من شركات الطيران، ان تخدم الشريحه اللي موجوده في العالم تبى تسافر، من ناحيه المسافرين او البضائع اللي يحتاجون ينقلونها من مكان لمكان. يعني هو النموذج الاماراتي يعني ما شاء الله هو نموذج نجاح، سواء يعني هو مش فقط العالم العربي ولكن عالميا. صحيح. يعني شو اللي ممكن يخلي شركه او نموذج معين ناجح بالمقارنه مع مناطق اخرى، بغض النظر على الموقع الاستراتيجي يمكن الجغرافي للدوله؟ ما شوفي، الموقع الجغرافي مهم، ولكن على أساس ننجح شركة أول شيء لازم نخليها تشتغل على راحتها. ثاني شيء لا تحميها، خلها تواجه مشاكلها بنفسها. أوكي. مثل الولد عندك في البيت، إذا الولد الصغير إذا طليتي تحمينه ما حد يسوي، الولد بيكبر بس ما بيكون عنده القوة أنه يواجه العالم. الحمد لله رب العالمين، الـ 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 يعني الـ الـ القيادة عندنا بدأت بشركة في دبي اللي هي شركة طيران الإمارات. تأسست الشركة بس أعطتها استقلالية. تمشي يعني امورها التجاريه، ما حد يتدخل فيها لوحدها. وفي نفس الوقت بعدين بعد ما مشت الشركه سوى لها اخت تنافسها، فمنافسه داخليه مع المنافسه الخارجيه اللي تقوي الشركه، توفر اسعار افضل للناس المستهلك اللي موجود، خدمات أفضل، لأن أنا كمسافر أحتاج سعر أفضل وأحتاج خدمة أفضل. أعمل البالانس مالي، شو اللي أفضل لي أمشي عليه. يعني هذا بالنسبة له إحنا كلنا بنبحث على نفس الشيء، إنه أي حد بحب يسافر بحب يشوف إنه يروح في يعني شركة محترمة، إنه توفر له مثلا الدقة في المواعيد. صحيح. إنه يكون مطاراتها كذلك جيدة بالمقارنة مع مطارات أخرى دائما بتكون جانبية في دول ما، وكذلك الأسعار وفي نفس الوقت الخدمة وكل الأشياء. صحيح. اللي هو بيعيشها خلال سفرته. صحيح. ولكن هذه الأشياء صعبة بالنسبة لشركة الطيران، يعني إحنا كمستهلكين بنشوف الجانب اللي بيفيدنا إحنا السعر. نعم. وبنشوف كذلك اللي قلنا عليه الخدمة مثلا، ولكن بالنسبة للشركة هي عندها كذلك تحديات كثيرة، يعني كشركة طيران عندها ضرائب، عندها يعني أشياء كثيرة بتدفعها، ويعني وخصوصا اللي بنعرفه أنه الصيانة بتكون غالية كثير، كذلك أي شيء متعلق بالسلامة بيكون، يعني حضرتك أدرى مني، ولكن في هناك كثير من العراقيل يعني. صحيح. لا هي مش عراقيل، هي شوفي اللي يمشي على الشركه يمشي على الشركه الثانيه. ما في شركه يعني تدفع اكثر من الثانيه، او شركه معفايه من شيء، لان هاي اتفاقيات دوليه والكل يمشي عليها. فانا ما اشوف تحدي قد ما اشوفه اللي يوفر السيرفيس، يوفر سلامه الطياره، بحيث انك هني انت عندك برودكت
كيف تسوق للناس للمستهلك. نعم. طيب يعني أستاذ سعود، المشاكل، هل المشاكل اللي بتواجهها شركات الطيران واللي موجودة كذلك عالميا دائما بنسمع عنها، هل ممكن تؤدي إلى ضعف في البنية التحتية؟ هل ممكن تهدد كذلك السلامة الدولية في بعض الأحيان؟ المنظمة العالمية للطيران المدني عاملة مينيمم ريكويرمنت للسلامة، مينيمم ريكويرمنت للأمن، هذه هي اللي هو البيز اللي هو الأساس اللي تمشي عليه، والدول او الحكومات او الشركات تبني عليه زيادات اضافات. اي نعم. فعندك انت البوتم لاين اللي هو هذا اقل شيء لازم توفره، وبعدين ينبنى عليه اشياء اكثر. طيب بيقولوا انه النفط كان بيسيطر سيطره تقريبا شبه كامله على سوق الطيران المدني، هل هذا صحيح؟ هذه معلومه صحيحه والى اي مدى؟ اذا ياتيها انت من ناحيه ان شركات الطيران يعني كل الطيارات تمشي بالنفط، هذا شيء يعني على الكل. بس بالنسبه للاسعار ما اشوفها تهدد شركات الطيران، لان اخر اليوم المستهلك هو اللي يدفع. صح، يعني هي استراتيجية. يعني هاي كلها تندفع في التذاكر، في 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 سعر الوزن الشحن اللي ينقل بين مكان لمكان عن طريق الطيران. فالنفط أداة، بس مش انه يعني السعر مش ما يأثر على الشركة بحد ذاتها، لأنه هي حسابات داخلية مثل أي شركة تدار. طيب أستاذ سعود، عندنا اتصالات هاتفية ومعنا مشاهدين كذلك حابين يعرفوا أشياء كثيرة. معنا من اليمن هند، أهلا وسهلا بك، كيف أنت ونبيلة؟ هند، شو رأيك في التحديات اللي بتواجه شركات الطيران العربية؟ شو هي التحديات برأيك بوجهة نظرك الخاصة؟ أهلا وسهلا. أنا أعتقد إنه أول تحدي بتواجهني الصعوبات اللي تواجهها الطيران العربي هي قلة الأمن والسلامة. ضعف. يعني الأمن والسلامة أنها ضعفت في دولنا العربية في شركات الطيران؟ أيوه بدليل الأخبار اللي دائما بنسمعها، فجرة طائرة تحطمت، يعني هذه الأشياء. مع أنه يعني الطائرات الأكثر ربما اللي بنسمعها في الأخبار كل مرة وبنشوفها بتكون ليست عربية، الحمد لله يعني خلينا نقول. طيب هل تقصدي يعني ربما المشاكل اللي ممكن تكون مثلا أنها بتتأخر أكثر، أنه المسافة مثلا الواحد قاعد فيها ما عنده مكان مثلا كثير، بيكون ازدحام شوية في الطيارة أو أي شيء؟ أيوه هذا من ضمن الأسباب. طيب شكرا هند على اتصالك. ومعنا اتصال هاتفي آخر من مصر، معنا رنا، أهلا بك رنا. رنا، برأيك يعني كيف ممكن أنه تتحسن خدمة شركات الطيران؟ شو اللي بتأمليه أكثر؟ شو اللي بتتمنيه؟ والله هو في يعني هو شركات الطيران اوريدي بتتنافس مع بعض، وانه بيحاولوا ان هم يحسنوا خدماتهم اكتر. يعني عندنا في الشركات العربيه بيبقى فيها تسهيلات وخدمات اكتر وفيها رفاهيه اكتر من شركات الطيران الاجنبيه مثلا. يعني على طول دايما بنشوف الاعلانات وبنشوف في التلفزيون ازاي انه شركات الطيران بتتنافس ان هي بتبقى فيها رفاهيه اكتر من شركات الطيران الثانيه. فهي يعني اوريدي موجود فيها يعني اللي بنحبه اللي بنبحث عنه. طيب بالزبط. شكرا يا رنا على اتصالك. ربما مثل ما قال استاذ سعود، هي شركه وممكن اي واحد يقدم منافسه ويبقى المستهلك هو اللي مستفيد منه. في اكثر من نوع او بزنس كونسبت بالنسبه للطيران. عندك الليجاسي ايرلاينز، عندك اللو كوست او البادجت ايرلاينز. فكل وحده تقدم خدمه لشريحه معينه. وكل في ناس تفضل ان تطير على طيران اقتصادي، سعر اقل، ما تحتاج الرفاهيه، تحتاج تنتقل من مكان لمكان. حتى بعد مرات بنشوف الوجبات حتى مش موجوده. صحيح. وهي النقط اللي هي تفاصيل رح نتكلم عنها في الفقره المواليه. استاذ سعود خليك معنا، مشاهدينا ابقوا معنا، لنا فصل قصير وعوده بعدها. تحديات تواجه شركات الطيران العالمية، مقاييس مختلفة من أجل الدراسة بالخارج، أنظمة غذائية تعتمد على بروتين السمك فقط. بعد الفاصل.
بكم من جديد. يرى خبراء الطيران في العالم أن النظرة إلى سوق النقل الجوي العالمي حاليا تغيرت بشكل كامل، وهذا ما يحتم على شركات الطيران العربية أن تكون خلاقة ومبدعة في تبني سياسات تكتيكية واستراتيجية مرنة ومتغيرة لمواجهة التحديات. ولعل أحد لم يكن ليتوقع ما سيشهده الطيران المدني من أزمات متلاحقة منذ أحداث سبتمبر 2001، فما كادت شركات الطيران تخرج من الأزمة المالية العالمية خلال 2010 حتى دخلت مجددا مع بداية عام 2011 في سلسلة من الأزمات العالمية والإقليمية، وحتى الآن استنفدت خلالها هذه الشركات تقريبا كل ما تملك من وسائل لإعادة الهيكلة وترشيد النفقات، بالطبع باستثناءات بسيطة. ما زال معي في الاستوديو السيد سعود عبد العزيز، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدوليه بهيئه دبي للطيران. استاذ سعود، خلينا نتكلم عن الجهات التي ممكن ان تدعم شركات طيران المدني ان وجدت. هل الشركات العاديه يعني في دولنا العربيه مدعومه ام هي شركات خاصه 100%؟ والله شوفي، بالنسبه للدول الثانيه ما عندي يعني بالنسبه للدول العربيه او حتى الدول الثانيه، بس اذا نتكلم عن 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 دوله الامارات او دبي، شركاتنا مش مدعومه، بالعكس هي تشتغل على كوميرشال بيس، ربح خساره، واخر كل سنه موجوده التقارير في الميديا، التقارير مفتوحه للجميع، موجوده، ممكن حد اي حد يدخل. يعني كاي شركه خاصه في شفافيه وفي ترانسبيرنسي لكل شيء. ف يعني اذكر بدايه شركه الطيران الامارات، يمكن الشيخ محمد الله يحفظه اعطانا مبلغ من المال واعطى الحكومه او الاشخاص المعنيين، واستاجروا طيارتين من البي اي من باكستان، قال لهم هذا اللي عندكم اشتغلوا عليه، اذا سكرت، اذا ما قدرتوا يعني تنجحون في الموضوع هذا خلاص يعني لا تنتظرون من الحكومه ان تي ضخ فلوس زياده، انا اباكم انتم تجيبوا لنا فلوس. حلو كثير، والحمد لله رب العالمين. شركه طيران الامارات الحين الكل يشوفها بعد 30 سنه ما شاء الله، يعني نجاحات كثيره وعالميا يعني. نعم. طيب لو تكلمنا بصفه عامه، ربما هل تعتبر ازمه تحديد المجال الجوي اللي سمعنا عنها كثيرا، انه كثير من الدول ابتدت تنهج هذا يعني هذا المجال اكثر، تحديد المجال الجوي هي مشكله من المشكلات اللي ممكن انها تاثر على شركات الطيران، هل هذا صحيح بالنسبه لشركات الطيران العالميه؟ ارجع واقول ما اشوفها تحدي، لان اللي يمشي علي يمشي على غيري. يعني اذا عمت هانت يعني بنفس نعم بنفس الطريقه. لو حددوا يعني مجال الجوي فبيكون كل الدول خاضعه لهذا، بس كشركات ممكن انها تتاثر، يعني انه لو مثلا شركه عامله استراتيجيه سنويه. نعم. فكان هناك تغيير لما كان تحديد الجوي، تحديد قصدك انت المجال الجوي، المجالات الجويه، ممكن تحسبينها ان الشركات تتاثر، لكن دينا المصلحه العامه المجالات الخطوط هذه او الاير سبيس او الاير روتس ما تحددت الا لاسباب معينه. صحيح. خلت الدول هاي تضطر تسوي ريستراكشر للاير سبيس او المجال الجوي عندها، عسى تستخدم اما شركات يعني رحلات اكثر او ترافيك اكثر، او ان يعني اسباب وايده، يعني يا اما اسباب سياسيه او اسباب كذلك عندها علاقه بالامن الداخلي لكل دوله. طب بشكل عام، هل هناك فروق ربما خلينا نقول جوهريه بين جوده الصيانه مثلا، الحفاظ على مقاييس السلامه العالميه، والالتزام كذلك ربما بقوانين الاتحاد الدولي للطيران المعروفه، بين الشركات العربيه والشركات العالميه، ولا هي نفس القانون يسري؟ كلها القوانين او الريكومنديشن الاساسي او الاقل يكون من المنظمه العالميه للطيران المدني اللي هي الاي كيو، وهذا يسعى على كل شركات الطيران او كل المشغلين اللي يتبعون المنظمه. ف
العاده ما في فرق بين شركه عربيه او شركه اجنبيه او شركه كلها شركات اجنبيه بالنسبه لهذا الهيئه. نعم نعم نعم. طيب ولكن قبل قليل يعني قبل ما يكون الفاصل كنا بنتكلم عن الفروق الموجوده ضمن الشركات. نعم. يعني حضرتك كنت بتشرح لنا انه في اللي هو الطيران اللي بيكون الاقتصادي وفي انه اللو كوست كذلك اللي هو الطيران الاقتصادي وفي الليجاسي اللي هو الشركات التجاريه اللي نعم المعتاده. كل دولة حسب تكون مسمية على حسب يعني الدول في بعض الأحيان كل دولة بيكون. نعم. طيب هل هذه الاختلافات هذه يعني في ماذا تكمن هذه الاختلافات؟ هل فقط هي بتكون في السعر أو كذلك في الخدمات فقط اللي جوا الطيارة أم هناك اختلافات أخرى؟ هي بزنس مودلز تخدم شرائح عديدة. يعني في الناس اللي بس تبغى تنتقل من نقطة لنقطة بأقل سعر توفر المشي هذا. في ناس تبغى تسافر هي مرتاحة فتاخذ شركة ثانية توفر لها الأكل، توفر الكراسي المريحة، توفر لها السبل الراحة، توفر لها المطار يكون ملائم أو موائم للموضوع هذا. تي بعدين للناس اللي تأجر برايفت جيتس بعدين لكاتيجوري ثاني. فيعني قبل يمكن كانوا الناس اكثر شيء على الكاتيجوريز هذه، الحين طلعت ان صار البزنس افيشن شيء كبير وشيء شيء مختلف. وكذلك في فخامه وفي في 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 له ناس اللي مهتمه فيه بشكل كبير. لو تكلمنا على التفاصيل اللي بنشوفها احنا في كمستعملين يعني كمسافرين عاديين. يعني من شوية كنا بنقول في التقرير أنه الحساب بتاع الأوزان اللي بتكون في الطيارة دقيق جدا لدرجة أنه يعني حبة الزيتون لو زيادة أو ناقصة لهذه الدرجة بيكون الوزن عبء على شركات الطيران. ويعني أن الواحد يأخذ معه مثلا شنطة فيها 3 كيلوهات زايدين وبعدين إحنا بنقول لا طيب تلا يعني طيارة رايحة إيه رايحة وأنه كبيرة الطيارة. طب هل هذا قانون بالفعل موحد أو كيف يعني حكينا شوي على شو اللي بيجرى، شو الواقع اللي موجود بالنسبة لشركات الطيران؟ الوزن شيء مهم جدا لأي جسم طائر، وكيفية توزيع الوزن على الطائرة أيضا شيء مهم جدا، بحيث أن اللي هو في النقطة الوسطية وبعدين منها توزع الثقل أو الثقل. الوزن نعم. فأنت ما تدري مثلا تحطين الوزن كله في الخلف أو الوزن كله في الأمام أو بهذه الطريقة. يمكن أنت مثل ما قلتي الحين حبة الزيتون هاي وحدة لكل شخص تسوي لها كذا كيلو. الكيلو هذا كم وفرت الرحلة هذه؟ تحسبينه في عدد الرحلات، تحسبينه في السنة تطلع مبلغ ملايين. تطلع مبلغ نعم. صح. طيب شو كيف هذا التحديات يعني بتجاريهم شركات الطيران كذلك من خلال انه بتزود مثلا الاسعار على المستخدمين او كيف بتحسبوها يعني؟ لا حسبتها هاي عن شركات الطيران. عن شركات الطيران. عن شركات الطيران. مثل ما قلت شو كل وحدة عندها بزنس موديل. الشركات الاقتصادية تعطي وزن أقل على أي شيء زيادة تدفع صح. عليه يعني كاستمايز أنت شو تبغى؟ وأنت تدفع عليه. في شركات اللي تعتبر أغلى شوية بس هي أوردي مغطية الموضوع هذا. صحيح. وعندها أشياء زيادة وإضافية. طيب أستاذ سعود معنا اتصالات هاتفية كذلك ومعنا اتصال هاتفي من المغرب معنا أسماء. أهلا بك أسماء. أسماء هل بتشوفي أنه هناك فروق لما بتسافري ما بين شركات طيران عربية وشركات طيران عالمية؟ بلاحظ أنه ما في فرق بس ما ناحية الخدمات بيكون يعني الخدمات اللي بتقدمها شركة مختلفة عن الشركة الأخرى بس بيكون يعني السعر يعني يختلف في السعر. إذا في يعني بتلاقي السيارة يعني بتغلي بالسعر بس الخدمات شوي ناقصة في حين إنه العكس تماما بالنسبة لشركة طيران أخرى بيكون يعني الثمن كثير رخيص والخدمات يعني ذات جودة عالية. يعني هناك انت شايفه انه في شركات طيران سعرها رخيص وخدماتها عاليه؟ نعم يعني بيكون في نوعيه الفرق بس يعني على العموم الشركات يعني الطيران بتغلي بالسعر من ناحيه اقبال الناس عليها بتغلي بالسعر.
طيب شكرا على اتصالك. ومعنا اتصال هاتفي اخر، معنا وسيم من لبنان. اهلا وسهلا بك وسيم. وسيم، هل تعتقد ان شركات الطيران العربيه ممكن ان تواجه مشكلات اكثر من شركات العالميه لو جينا نقارن من ناحيه المشاكل؟ بعتقد في كثير شركات طيران، مش مهم اذا بتكون عربيه ولا عالميه، يعني بنشوف مشاكل بالطيارات العالميه وبالطيارات العربيه، بس انا بلاقي في شركات طيران عربيه وصلت للعالميه ومن اهم الشركات، يعني فينا نقارنها بالشركات العالميه مثل الطيران بالامارات مثلا. فما بعتقد انه في مشاكل، يعني اكيد في مشاكل بالطيران العربي اكثر يمكن شوي من الطيران العالمي، بس كمان في مشاكل بالطيران العالمي. يعني انا بحكم كم سفره بطيارات عالميه او اجنبيه كمان واجهت كثير مشاكل، يعني فمش بس وكذلك احنا من خلال الفيسبوك الناس اللي كانوا يعني شكرا على اتصالك اولا، وكانوا الناس بيعلقوا بيقولوا انه في بعض الاحيان الشركات الاجنبيه اللي بيسافروا معها بتكون رفاهيتها اقل من الشركات العربيه. يعني الشركات العربيه بتوفر، يعني شويه بنحس انه الواحد يعني بيتدلع، مثل ما بنقول انه بيجيبوا لك غطاء مثلا، يعطوك مثلا انه الواحد يلبسوا له من البرد انه على رجليه. فبعض الاحيان الشركات الاجنبيه ما بيهتموا بهذه التفاصيل. صحيح. وعندهم تفاصيل اخرى ربما، فيعني الاراء تتضارب ولكن. صحيح. كلها تصب تقريبا في نفس ارجع واقول هي بزنس مودلز وكل واحد بيدفع. ويمكن مثل ما قال لو في الاتصالات، احنا نحب الرفاهيه، احنا كشعب عربي نحب الرفاهيه، فعشان كذي يمكن شركاتنا شويه مهتمه تسوي انفستمنت زياده في المجال اللي يخلي المسافر يسافر وهو مرتاح. وفي ناس يعني اعتقد ان تفكر حتى لو ادفع شوي اكثر بس اطير وانا مرتاح. صح. افضل لي من خصوصا عندما يكون الطيران لمده طويله اول. صحيح. شيء الواحد فكر فيه الراحه. شكرا. صحيح. على وجودك استاذ. شكرا سعود جزيلاً. يعني نحن نشكرك على وجودك معنا. استاذ سعود عبد العزيز المدير التنفيذي بقطاع النقل الجوي والشؤون الدوليه، شكرا جزيلا لوجودك. مشاهدينا فاصل سريع ونعود بعدها، ابقوا معنا. كيف تعرف ان كنت مؤهل للدراسه بالخارج؟ هل يمكن أن تستغني عن البروتين الحيواني باستثناء السمك؟ بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، دعونا نشاهد الصور التي أحضرتها لكم اليوم فاخترت لكم. اخترت لكم اليوم صورتين من مصر، تحديدا من حي الدرب الأحمر بالقاهرة وهو من الأحياء الشعبية بالعاصمة المصرية. التقط هاتين الصورتين المصور ريمون خليفة والمصورة سلمى أبو النجا. والصور كما نرى تشي بعلاقة وطيدة بين هذه السيدة المصرية البسيطة وهذا الكلب الضخم. لغة التفاهم التي تظهر في أعينهم تظهر وكأنها حوار عميق وحميم بين الاثنين. كذلك المشاركة في تفاصيل الحياة تبين مدى الصداقة بينهما. تحية للمصورين اللذين استطاعا أن يلتقطا لحظة جميلة مثل هذه. الدراسة في الخارج ليست مجرد شهادة أكاديمية يحصل عليها الطالب ويعود إلى وطنه. الدراسة في الخارج تعني العديد من الأمور الجديدة، ثقافة جديدة، دوائر اجتماعية مختلفة، جامعات مختلفة، مناهج ووسائل دراسية غير معتاد عليها، الكثير والكثير من التجارب الجديدة التي يستقبلها الطالب العربي سواء كان يتأهل لدخول المرحلة الجامعية أو يستأنف دراسة الماجستير أو الدكتوراه خارج بلاده. واليوم نجد الكثير من الشباب من العالم العربي يبحثون عن فرص في جامعات في أوروبا وأمريكا. واليوم نطرح بعض الأسئلة في هذا الشأن. ما الذي يحتاجه الطالب العربي ليتم قبوله في جامعة في دول أوروبية أو في ولاية أمريكية؟ ما هي التحضيرات والمهارات التي يجب أن يعمل على تنميتها حتى يستعد لهذه السنوات الصعبة؟ والإجابة عن كل هذه الأسئلة معي اليوم السيد علي شحيمي المدير التنفيذي لإدارة التسجيل والقبول بالجامعة الأمريكية بالشارقة. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بك. أولا خلينا نبتدي بالطلبة اللي بيستعدوا لدخول الجامعة،
هل بيحتاجوا الأشياء وما هي الأشياء اللي بيحتاجوا لها حتى يتم ربما قبولهم في جامعة أوروبية أو أمريكية؟ ابتداء شكرا على الاستضافة. الجامعات طبعا تختلف من جامعة إلى أخرى بالنسبة لشروط القبول وبالنسبة لما هو متوقع من الطالب الذي يريد أن يلتحق بها إن كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. بشكل عام ابتداء هناك بعض الأمور التي يجب أن يستعد لها الطالب قبل أن ينخرط في يفكر يروح يدفع لها. نعم. ابتداء يجب على الطالب أن يكون ملم من الصف العاشر وليس من الصف الثاني عشر بما هو مطلوب لكي يلتحق بجامعة. سنتين قبل. في كثير من الأحيان في الوطن العربي الجامعات التقليدية يعني تنتظر نتائج آخر سنة دراسية كي يتم قبول طلبات الالتحاق بها، ولكن في الجامعات الأمريكية بالأخص الجامعات الأمريكية تنظر للصف من الصف التاسع المرحلة الثانوية كلها من الصف التاسع والعاشر والحادي عشر، ويستطيع الطالب أن يتقدم بطلب للقبول في بدء السنة الثانية عشر من دراسته الثانوية إلى الجامعة، ويكون هناك تقييم لطلب الالتحاق يعني تقييم مبكر وإعطاء الطالب قبول مبكر إذا استوفى الشروط المطلوبة. حلو، يعني هو الطالب هل يجب أن يقوم بأشياء معينة؟ شو هي المهام المنوطة إليه؟ أو فقط هو يتم يعني الجامعة تفحص ربما وتقوم نعم. بالنظر لمعدلاته في هذه السنتين أو الثلاث سنوات؟ نعم. أريد أن أعلق على موضوع ما يجب عليه أن يفعل ابتداء. فمن الصف العاشر يجب عليه أن يبحث عن التخصص الذي يرغب به مثلاً. وذلك من خلال التواصل مع المرشد الأكاديمي في المدارس. الآن معظم المدارس يوجد بها مرشد أكاديمي متخصص في إرشاد الطلبة إلى التخصصات المعينة وأيضا إلى الجامعات حسب رغبة الطالب وإمكانياته الأكاديمية. حلو. هذا ابتداء. ثانيا يجب على الطالب أن يحدد الجامعة التي يريد أن يلتحق بها. تحديد الجامعة هنا يتطلب مجهود أكبر ومعلومات أكثر. الآن هناك جامعات كثيرة في العالم وتتفاوت متطلباتها كذلك. نعم. يعني مثال واحد مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 95 كان يوجد 5 جامعات في الدولة، الآن في 120 جامعة. واو. فشوف التنوع والإمكانيات المتوفرة بالتعليم في الدولة الآن. فالطالب الذي يريد أن يلتحق بجامعة يجب أولا أن يعني يبحث عن هذه الجامعة، يبحث عن الاعتماد الأكاديمي لهذه الجامعة. الاعتماد الأكاديمي مهم جدا، وأيضا يبحث عن الاعتماد الأكاديمي للتخصص الذي يرغب بالالتحاق به، وأيضا البيئة الدراسية وما خريج هذه الجامعة مثلا ما هي إمكانيات توظيفه، ما هي السمعة التي يتحلى بها هؤلاء الطلبة في سوق العمل. خصوصا أنه يعني أستاذ علي مثلا ذكرت الإمارات، هناك جامعات عديدة وهناك كذلك الجامعات المعروفة عالميا والتي لها صيت كبير جدا في العالم، يعني في العالم بأسره معروفة، فبوجود كذلك فروع منها هنا، هل ممكن أنه يعني تعطينا نصائح لكل الطلبة اللي لازم يكونوا من الصف العاشر؟ نعم. بيفكروا تقريبا نعم. أنه يستعدوا للجامعة. نعم. هل هناك نصائح ممكن نسديها لهم حتى يبتدوا يتوجهوا على الأقل؟ احنا عارفين أنه هناك موجه في المدرسة ممكن يسألوه ويعطوه كذلك، لأن هو الجامعات بتنظر للنقط كذلك والدرجات اللي حصل عليها الطالب، ولكن ليس فقط درجات، هناك أشياء أخرى. الطالب طبعا احنا تكلمنا عن الجانب الأكاديمي فقط عندما قلت من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر. السجل الدراسي يجب أن يبين أن الطالب أكاديميا لديه الإمكانيات في التخصص الذي يرغب الالتحاق به، وأيضا ضمن شروط الجامعة بشكل عام للالتحاق بها. ولكن أيضا الجامعة تطلب من الطالب أن يبين ما هي الأنشطة اللاصفية التي يتمتع بها، ما هي مقدرته على التفكير الذاتي، ما هي مقدرته على التفكير الإبداعي، ما هي مقدرته على تنظيم الوقت في من خلال السجل الدراسي، وأيضا من خلال التوصيات التي تأتي إلى الجامعة من قبل مدرسين أو من المرشد الأكاديمي. وشفنا كذلك أعمال تنموية كذلك بيقوموا بها حتى يعرفوا أنه
هل الطالب ممكن أنه يقوم بأعمال معينة مختلفة تنموية بتفيد المجتمع اللي هو عايش فيه؟ يعني شفنا حاجات يعني حتى بالنسبة لنا جديدة يعني لم نألفها إحنا على زمن. نحن في الجامعة الأمريكية في الشارقة لدينا شراكة مع عدد كبير من المدارس في الدولة، وهذا البرنامج من ضمن أهدافه الأساسية إعطاء الطالب فرصة للتعرف على ما هو مطلوب منه في الدراسة الجامعية عندما يلتحق بالجامعة بغض النظر عن أي جامعة يلتحق بها. فنقوم بطبعا إجراء أنشطة تنافسية بمجالات معينة، إن كان بالفيزياء ولا في الرياضيات ولا في الحاسب الآلي، ويتنافس هؤلاء الطلبة في المدارس على أفضل مشروع يقوم بتقديمه ويحصل على جوائز من قبل الجامعة سنويا. فنحن سنويا نطرح 4 أو 5 مباراة للطلبة في مجالات مختلفة. فهنا نحاول أن نقلص يعني ما بين المدرسة وما بين الجامعة بالنسبة للطالب. حلو. كذلك أستاذ علي، هناك نقطة المنحة، يعني ماذا عن التقديم لمنح لتغطية تكاليف المدارس والجامعات؟ هل يختلف هذا التقديم من جامعة إلى أخرى؟ طبعا هناك جامعات لديهم برنامج منح مجزي، وهناك جامعات لسوء الحظ يعني لا تمنح الطلبة منح دراسية أو مساعدات مالية. نحن من ضمن مسؤوليتنا المجتمعية في الجامعة، طبعا هذا احنا السنة هذه مثلا يوجد 80 مليون درهم توفر للطلبة من خلال المنح، نعم لكل طالب بغض النظر من أين يأتينا يحصل على منح جزئية أو على مساعدات مالية. تقريبا 60% من طلبتنا يحصلون عليها على المنحة أو المساعدة المالية، لأننا جامعة غير ربحية ولا معنيين بالربح من خلال ما نوفر 80 مليون درهم سنويا فقط لإعطائها للمجتمع مرة أخرى. هناك جامعات أيضا تفعل نفس الشيء ولكن على مستوى أقل وأيضا بشروط أصعب، نحن نوفرها على مدى دراسة الطالب في الجامعة وليس لفصل أو فصلين دراسيين. وطبعا يعتمد أين يذهب الطالب، إذا ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك بعض الجامعات الجيدة التي تستقطب الطلبة المتميزين وتمنحهم منح كاملة أيضا في مجالات دراسية معينة. فبالتالي هذا جزء من البحث الذي يجب أن يقوم به الطالب خلال بحثه عن الجامعة والسنوات الثلاث قبل الالتحاق بالجامعة. يعني هو مشوار طويل ولكن لو تم تنظيمه ممكن أنه يكون يعني فعال أكثر. أستاذ علي، لدينا اتصالات هاتفية، ومعنا اتصال هاتفي من مصطفى من مصر. أهلا وسهلا بك مصطفى، فأنت ونبيلة. مصطفى، حكينا عن مقاييس الدراسة بالخارج للطلبة العرب اللي بتعرفها أو سمعت عنها. أكيد في جامعات كبيرة حتى بنسمع عن المنح اللي هي الجديدة، في منح في جميع الدول الأجنبية، الدول العالمية مثلا بيبقى في توفر لها منح كثيرة جدا، مثلا في دول سنغافورة والسويد وفنلندا وأمريكا بيعملوا منح كثيرة جدا، والدول والتعليم بتاعهم متقدم وبينزلوا كتب حديثا على طول. حلو. طيب شكرا على اتصالك. ربما انت تكلمت عن الجانب كذلك جانب المنح واللي هو جانب مهم. شكرا على اتصالك. ومعنا من الجزائر رحال، اهلا وسهلا بك معنا. رحال، هل تعرف شو هي المهارات اللي يجب ان تكون لدى الطالب اللي حاب يلتحق بجامعه خارج بلده؟ أول شيء نحن في الجزائر نتكلم اللغة العربية لكنها ليست فصحى، يجب على الطالب إذا أراد دراسة في الدول الأجنبية أول شيء هو الاجتهاد. هذا أول شيء الاجتهاد والتركيز، لأن كما نقول الشيء الواحد الذي يترك البشر يجتهد هو أن يكون في صحة جيدة، هذا أول شيء، ويكون عقل والذاكرة متينة. حلو. لأن نعم
يعني هي مهارات بسيطة ولكنها مهمة، مثل ما ذكرت أنه يكون عنده مهارات الاجتهاد أو هذه رغبة الاجتهاد، ممكن أنه يكون كذلك عنده تركيز اللي لازم يتوفر، ويعني أشياء أخرى هو لازم يكون حط ما بين عينيه هذا الجامعة اللي هي خارج بلده حتى يكون ربما من المتفوقين ويتم قبوله فيها بطريقة أبسط من اللي هو حاب. شكرا لاتصالك، ومعنا من مصر دائما سيف. أهلا وسهلا بك سيف، فأنت ونبيلة. سيف، هل تعتقد أنه الدراسة في الخارج مختلفة بشكل كبير عن الدراسة في الجامعات العربية؟ أكيد طبعا الدراسة في الخارج بتكون مختلفة بشكل كبير، ودوت لعدة أسباب مختلفة. ممكن مثلا نقول أن اختلاف الإمكانيات المتوفرة، سواء الإمكانيات المادية كمباني أو كأجهزة مساعدة أو استخدام أدوات حديثة تكنولوجية، زائد أن في برضو الجامعات العربية في عدم تطور القائمين بالتدريس بدرجة تصل لمخاصمة العصر، زائد شعور الطلبة نفسهم في الجامعات العربية باللا جدوى، وبيشترك كمان معهم المدرسين كده في اللا جدوى من التعلم. ليه؟ لأن الواحد بعد ما بيتخرج من الجامعة، مهما كان مؤهله العلمي أو درجته العلمية ومهما كان ممكن يفيد المجتمع، ما بيلاقيش الفرص المناسبة أنه هو يقدم المجهود ده أو يقدم العلم اللي عنده، طالما هو ما فيش معاه واسطة أو هو لا ينتمي لعائلة معينة أو لا ينتمي لشلة معينة. فده بيخلي أن فيه لا جدوى من المناخ التعليمي في مصر. شكرا جزيلا لاتصالك ولمشاركتك. الشكر موصول للسيد علي شحيمي، المدير التنفيذي لإدارة التسجيل والقبول بالجامعة الأمريكية بالشارقة. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ علي. شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا لكم، اتصالاتكم وأراءكم تسعدنا دائما. الفقرة الموالية هاتية، ابقوا معنا. نظام غذائي يسمى البيسكتاريان، ماذا تعرف عنه بعد الفاصل؟ بكم من جديد. كشفت دراسة حديثة أن النظام الغذائي النباتي والغني بالأسماك بإمكانه التقليل من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم، ويعتمد هذا النظام على تناول الخضروات والفاكهة والأسماك ومنع البروتين الحيواني تماما. شملت الدراسة عينة مكونة من 78 ألف شخص لفترة 7 سنوات، ووجد الباحثون أن نسبة 43% من الأشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذائي النباتي على الأسماك لديهم فرصة أقل للإصابة بمرض سرطان القولون مقارنة بالأشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذائي على اللحوم. وافترض الباحثون في الدراسة أن الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 لديها نشاط مضاد للسرطان، وقد تكون مفيدة في الوقاية والعلاج من سرطان القولون. دعونا نشاهد مع بعض هذه اللقطات حول هذا الموضوع، ثم نعود إليكم من جديد. استوديو الدكتور عبد الرؤوف كرعيش، اخصائي تغذيه بمركز دكتور نوتريشن. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا فيك. اول شيء يعني اليوم بنتكلم عن نظام غذائي ربما جديد بالنسبه للبعض ومألوف بالنسبه للبعض الاخر، اللي هو النظام الغذائي النباتي زائد السمك. طيب هذا النظام الغذائي شفنا انه انتشر مؤخرا، هل عنده فوائد معينه؟ شو اللي يعني المميزات اللي عنده؟ تمام. بالنسبة للنظام الغذائي هذا اللي هو فيجان بلس اللي هو السمك، يعني تقريبا أطلقوا عليه الاسم البيسيتاريان، من جاي من كلمتين، يعني بيسي مثلا قال اللي هو السمك، والتاريان اللي هي من كلمة الفيجيتاريان. بيحتوي في هذا النظام على نوعين، يعني احنا بالنسبة للنوع الأول
بس اللي هي فيجيتابلز او اللي هي خضروات وفواكه وهي النوع النباتات بالاضافه للسمك فقط والمنتجات البحريه او الفواكه البحريه فقط. وفي نوع ثاني مع الاضافه على هي بيضيفون اللي هي الحليب ومشتقاته والالبان وكمان البيض. بالنسبه للنظام الغذائي هذا صحيح يعني هو حلو وخاصه بالنسبه اللي يتناولون كمان معاه اللي هو منتجات الحليب والالبان. يعني مكتمل بيوفر لهم اللي هو معظم الغناص الغذائية. ممكن نلاقي أنه بعض الأحماض الأمينية الأساسية اللي موجودة في اللحوم الحمراء خاصة مش موجودة صح في النظام الغذائي هاي، ولكن بيعوضونها هم كمان بالأكلات الثانية اللي بتكون فيها عبارة عن مكسرات والحبوب الكاملة وكمان السابليمنتس. من جهة النظام هاي يعني مفيد جدا كمان للقلب، بما أنه إحنا نعرف الأسماك أو المأكولات البحرية تقريبا بصفة عامة بتساعد كثير في خفض معدل الكوليسترول أو تحسينه، بالإضافة أنه صحة القلب صحة الدماغ لأنها غنية بالأحماض الدهنية المشبعة اللي هي مثل أوميغا 3 أوميغا 6 9 كلها موجودة، بالإضافة أنه تحتوي على الزنك وتحتوي كمان على الفيتامين دي. يعني تقريبا معظم العناصر الغذائية والفيتامينات موجودة في النظام هذا. هل بالفعل بنسمع انه هذا النظام الغذائي او يعني بنعرف انه هل فعلا البروتين الحيواني هل عنده علاقه بمرض السرطان؟ يعني كثير بنسمع انه الناس اللي بتاكل لحوم كثير انه حاجه مش كويسه. طيب بالنسبه للنظام الغذائي لما نحكي على البروتين الحيواني بالضبط اللي هي اللحوم الحمراء خاصه، المشكله مش في اللحم الاحمر او اللي هي المنتج نفسه، بس المشكله احنا في الاضافات اللي بنعملها. يعني ممكن احنا طريقه الطبخ هي اللي بتاثر على المغذيات هاي. تمام. بالنسبه للحوم الحمراء مشكلتها كمان انه فيها نسبه عاليه من الكوليسترول، وهي ما تاثر مثلا على صحه الشرايين والقلب في بعض الحالات. فهنا بنختار دائما في الماكولات هاي اللي هي قليله الدسم. تمام. او نفضلها اللي هي خاليه الدسم، يعني نقدر نشيلها. وهي كمان طريقه الطبخ احنا مرات بنعرضها لدرجه حراره عاليه مما يفقدها يعني القيمه الغذائيه تقريبا كلها، بالاضافه للكربون اللي ممكن يزودها كذلك في الطبخ. بالضبط. احنا عندنا كمان اللي هو لما نشويها على الفحم، تقريبا الفحم درجه الحراره توصل ل 360 يعني الفحم تقريبا الواحده، فبتتكون طبقه مثل الكربون كذا اللي هي المحترقه هي الاوليه. فهنا ممكن تسبب لك اللي هو زياده او هجوم اللي هي الخلايا السرطانيه هاي، او لانها تحب اللي هو الوسط اللي ما يكونش فيه اكسجين كثير او اللي هو الكربون. طيب لو رجعنا وتكلمنا عن النظام الغذائي اللي بنتكلم عنه اليوم واللي هو البسكاتيريان، هل بالفعل هذا النظام كذلك بيسمح اننا ننقص ونخفض من وزننا؟ طيب بالنسبه للنظام الغذائي هاي ميزته انه خفيف تقريبا على البطن، كمان خفيف على القولون اللي يعانيهم كمان من مشكله القولون، وكمان حتى اللي عندهم مثلا مرض السرطان او عندهم سكري او عندهم اشياء يعني صحيه لما على مدى طويل بننصحهم انهم بياخذون في مره من الاوقات نظام غذائي هاي، يعني لفتره معينه مثلا ممكن ناخذها، يعني يعملوها ككيور يعني انه ياخذوها ككورس كذا. تمام. فهذا بيفيدهم كثير يعني على تحسن صحتهم، فائدته راح تكون كبيره ويساعدهم فعلا على تنزيل الوزن كمان. حلو. يعني ممكن ناخذ منه الفائده بلس انه ممكن من خلاله لو حابين ننحف ننحف. بالضبط. من هذا النظام في نقطه كمان انه معظم البيسكاتاريانز بيضيفوا كمان على اللي هو النظام الغذائي بيعلوا الكربوهيدرات كثير. يعني مثلا يستخدمون الباستا، يستخدمون مثلا المعكرونه في بعض الحالات. فرفع السعرات من الكربوهيدرات كثير ممكن كمان هو يكون عامل انه بيخرب النظام الغذائي هاي. حلو. يعني لو حابين انه ينقصوا الوزن ما يزودوا عليه باستا واي اشياء عندها علاقه يعني بالمعجنات. طيب عندنا اتصالات هاتفيه. دكتور عبد الرؤوف ومعنا من تونس وفاء. اهلا وسهلا بك وفاء. فانت ونبيله، هل تعتقدي انه من الافضل انك هل تعتقدي انه الافضل انك تعتمدي على الاسماك والخضروات وانك تبتعدي تماما عن البروتين الحيواني؟ عن تجربتي الخاصه راح اتحدث عنها. تجربتي الخاصه اكيد انا 100% مع هيك ريجيم، مع ريجيم الخضروات وخاصه الاسماك، ونبعد على اللحوم الحمراء، الاكلات الحاره،
مضرة برشا للجسم. يعني لهيك صعب يعني أنك تكوني من تونس وتبتعدي عن الأكلات الحارة بس. طيب هل تعتقدي أنه هذا النظام ممكن يخلي عندك صحة أفضل؟ يعني أنت بتقولي تجربة شخصية، حسيتي بتحسن في صحتك أو نقص وزنك أو شو اللي صار؟ صح صح أكيد أكيد نقص وزني برشا. لعبتي في الجهاز الهضمي، ما عادش نحس بقلق، ما عادش نحس بوجيعة كيف ما ناكل أي الحاجات السبايسي والحاجات الغنية بالدهون وكل شيء، وليت نحس بصحة أكثر. طب حلو، معناه انه هذا النظام الغذائي يناسبك، واحنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله ويكون عندك نظام غذائي متوازن مثل اللي تعودتي. دائما بتونس ومعنا اتصال هاتفي من دلال. اهلا بك دلال. دلال، اليوم حديثنا عن النظام الغذائي النباتي زائد الاسماك. هل انت من الناس اللي ممكن انك تعتمدي هكذا النوع وتبتعدي عن اللحوم، عن الدجاج كذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. والله بس أقول لك أنا ما فيني ابتعد عن اللحوم والدجاج يعني. بكل صراحة. طيب. لا بكل صراحة، بس يمكن تستغلها بطريقة حسنة يعني. شو يعني تستغلها بطريقة حسنة؟ فيك تأكل الدجاج يعني، تعمل سكالوب، تعمله مشوي، تعمل تبعد عليه مثلا مقلي، تبعد عليه في 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 في, في المرق يعني في المرقة، تنجم تعمله مشوي، جيبين على الاخر تعمل معها سلطة، انسيك البقري معناها تنجم تعمله مشوي، تنجم يعني تنجم تستغله. يعني نظام غذائي متكامل يكون بسلطة بالخضر ومعاه ينجم يكون حوت، ما تنجم تستعمل زي الدجاج والا البقري والا العلوش، ما يكون معناها نظام صحي متوازن يعني. ماهوش حلو يعني، يعني كل واحد بيعمل نظامه الصحي اللي هو شايفه وبنفس طريقه يبتعد في نفس الوقت عن طريقه استعمال الخاطئ لكل البروتينات. شكرا لاتصالك. شكرا لضيفي العزيز الدكتور عبد الرؤوف قرعيش، اخصائي التغذيه بمركز دكتور نوتريشن. شكرا جزيلا دكتور. اهلا وسهلا، الله يعافيك. مشاهدينا اذا شكرا لكم، شاركتوني بارائكم في مواضيع اليوم. انتهى وقت حلقتنا لليوم، ولكن ننتظركم دائما على صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك لتسجلوا آراءكم وبياناتكم ونقوم بالتواصل معكم عبر البرنامج. لا تنسوا أيضا أن تدخلوا على تويتر وإنستغرام. وإلى حلقة قادمة من أنت ونبيلة، دمتم بألف خير.